قلب الحبيب مرآة لمراد الله، فما أراده الله أراده الحبيب، وما أراده الحبيب أراده الله. ومن أحبه رسول الله أحبه الله، ومن أحبه الله أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه الله لا يعذبه أبدا. ولذا لما ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، فأقام عليهم الحجة وقال: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ أي لو كنت أحبابي ما عذبتكم. فمن أحبه رسول الله أحبه الله، والنبي يحب أمته، فهنيئا لك أنك من أمته. فلو قال مسلم: والله إن الله يحبني، أبر بقسم، لأنه مسلم والله يحب كل من تمل الحبيب. فوالله نقسم أن الله يحبنا، ولولا أنه أحبنا ما جعلنا مسلمين تابعين لهذا النبي الحبيب الذي كانت أمته في قلبه حتى في أقرب مقامات قربه، عندما قال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أخذه وأعطانا إياه، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. وكان لا ينسانا في دعائه، ولا في سجوده، ولا في نومه، ولا حتى في قبره صلى الله عليه وسلم. فهو في قبره تعرض عليه الأعمال، فإن كانت خيرا حمد الله، وإن كانت شرا استغفر الله لنا. فالحمد لله الذي جعلنا وكرمنا في هذه الأمة المكرمة. فأغلى ما تملكه أيها الإنسان بعد نعمة الوجود نعمة الإسلام. دينك دينك، لحمك ودمك، هكذا يقول لك الحبيب. كما تحافظ على لحمك ودمك، حافظ على دينك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واجعل آخر رمق يخرج منك في هذه الدنيا على الإسلام وعلى الإيمان وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتبعث مع السعداء، فمنهم شقي وسعيد. والشقي هو الذي كفر بهذا النبي، والسعيد هو الذي آمن بهذا النبي ولو كان معه تقصير. فالنبي يشفع، والله رحمته واسعة، ولكن الأمر كل الأمر أن تموت على الإسلام. والمعاصي يقول العلماء بريد الكفر، يعني المعصية تترك في القلب أثر، وهذا الأثر إذا تراكم بتراكم المعاصي قد يحول بين الإنسان وبين حسن الخاتمة. ولذا إذا أردت حسن الخاتمة فعليك حسن السيرة وحسن المسير إلى الله، والإقبال على الله، والبعد عن المعاصي، وكثرة الاستغفار، حتى تنقي هذا القلب. فإذا جاء الموت جاء إليك وقلبك حاضر مع مولاك، فيسهل عليك أن تنطق الشهادتين، فتكون وساما لك عند الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حرم الله على جسده النار. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. في هذه الأيام المباركة عليك أيها المسلم أن تقتنس فيها كل لحظة في طاعة مولاك حال يقظتك، لا أقول في النوم، لأن النبي يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فكلما كنت يقظ عليك أن تكون في طاعة مولاك، سواء كنت في عملك، فعملك إن كان لطلب الرزق الحلال ولنفع المسلمين فأنت في عبادة، فأنت بأدائك لعملك بإتقان أنت تعبد الله، كما أنك عند صلاتك تعبد الله، وأنت في بيتك إن كنت زوجا في رعايتك لزوجتك والقيام عليها وإدخال السرور على قلبها، لأنها هي التي وصى الله عليها في قوله: والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب بالآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فقالوا: الصاحب بالجنب هو الرفيق،
المرافق لك، وأكثر مرافق لك في حياتك أيها الإنسان هي زوجتك، وكذلك أيتها المرأة هو زوجك. فعلى الزوج أن يصاحب زوجته بالإحسان، والزوجة تصاحب زوجها بالإحسان، فهو من كمال العبادة. فأنت إذا أحسنت، وأنت إذا أحسنت إلى رفيقك، فأنت في عبادة. فالعبادة هي كل نشاطك، حتى لو أكلت وشربت وقضيت شهوتك بالمباح فأنت في عبادة. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أن الإنسان يأخذ ثواب على كل شيء، حتى في اللقمة التي يضعها في زوجته، وحتى في شهوته التي يضعها في زوجته، فقيل أنا أو نأتي شهوتنا يا رسول الله ولنا أجر؟ الصحابة تعجبوا من سعة رحمة الله. فقال أفرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بل أو نعم. قال إذن لو وضعها في حلال يكون له أجر. فأنت إذا قضيت شهوتك على مقتضى العلم من الباب الحلال فأنت في عبادة. فانظر إلى حياة المسلم، طعامه وشرابه ونومه وسعيه وزواجه وكسبه ونفقته وذكره وصلاته وحجه وصيامه وقيامه بالليل وصلته للأرحام وبره لوالديه وإحسانه لجاره، كل هذه الأنشطة عبادات، وعبادات عظيمة عند الله. ولذا عليك أيها المسلم ألا تفرط في لحظات عمرك إلا أن تكون في عبادة. وجه نيتك في كل نشاط تفعله حتى تكون عابدا لله، متحققا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنبي يقول وأنا أول المسلمين، ونحن نقول وأنا من المسلمين. فكن خلف أول المسلمين، ومن كان خلف الإمام يكون أمام. فالنبي إمام لكل خير، وأسوة كل خير، وقدوة كل خير. فنعم القدوة هو، ونعم الإمام، ونعم الأسوة. ويقول أنا منكم بمنزلة الوالد من ولده. فدائم الدعاء لنا، حتى وهو في قبره يدعو لنا، وحتى لو رأى بعض نقصنا يستغفر الله لنا. فإذا متنا حضر وفاتنا، فثبتنا عند خروج الروح، وعند سؤال القبر يحضر حتى أنك تراه، فيسألك الملك: وماذا تقول في هذا الرجل؟ أي يظهر لك في هذه اللحظة، ماذا تقول في هذا الرجل؟ وكلمة هذا إشارة لموجود، فيظهر لكل ميت عند سؤاله حتى يطمئن بالنظر لهذا الوجه الجميل المشع أنوار وسكينة، فيسكن قلبك ويزول روعك، فتقول بلسان ثابت وقلب مطمئن: الله ربي والإسلام ديني وسيدنا محمد نبيي ورسولي. فتكون من الفائزين في قبرك كما كنت من الفائزين في دنياك، حيث كنت في الدنيا بين المسلمين مسلم، فتكون في القبر بين المنعمين منعم. ثم عند البعث والنشور تجده أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ويذهب إلى حوضه يعده لأمته حينما يبعثون، حتى يسقيهم بيده الشريفة شربة ماء لا نظمه بعدها أبدا. عند انتشار الصحف، وكل يأتي ويأخذ كتابه إما بيمينه إن كان من هذه الأمة المكرمة، أو بشماله إن كان من أصحاب الجحيم نعوذ بالله من أحوالهم، يكون النبي معك عند تناولك لكتابك، وعند مناقشتك لحسابك، وعند مرورك على صراطك، وعند دخولك الجنة، حتى أنه هو الذي يدلك على مقعدك فيها. فالنبي معك في كل لحظة، النبي معك في كل لحظة. سر ساري بالرحمة لكل إنسان
في نفس اللحظة. فسبحان الذي جعله هكذا دون أن يتشتت في وحدته، وهو متكثر في عين وحدته ومتأحد في عين كثرته، صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن الشمس في عالم الحس هي شمس واحدة، إلا أنها تدخل كل بيت وتنير كل مكان دون أن تزول من مكانها ودون أن تتشتت أو تتأثر في ذاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الرحمة العامة، كالشمس ينير بها الشموس وينير به الكواكب وينير به القلوب وينير بها الدروب لكل حيران. فكن مع حبيبك متعلقا به، مكثرا الصلاة والسلام عليه، قارئا لسيرته حتى تتحقق بها. كثير من المسلمين المعاصرين يقولون: لما لم يفسر النبي القرآن؟ وهذا السؤال لا يقوله إلا من لم يقرأ سيرة الحبيب. فسيرة الحبيب ونشاطه منذ أن خلقه الله إلى أن توفاه في 63 عاما هي القرآن، هي تفسير القرآن. فإن أردت معنى القرآن اقرأ سيرة الحبيب، تجد قرآنا يمشي، كما قالت أمنا سيدتنا عائشة: كان قرآنا يمشي. اقرأ سيرة الحبيب وعش هذه السيرة حتى تتحقق بأحواله في أحوالك، وبمواقفه في مواقفك، وبأقواله في أقوالك. فإذا كنت على هذه الحال تستشعر معنى: واعلموا أن فيكم رسول الله، فتعيش حياة هينة لينة تحت رعاية مولاك الذي تولاك. فالله يتولى الصالحين، والصلاح مقياسه القرب من هذا النبي. كلما اقتربت منه كلما كنت في الصلاح أعلى، وكلما ابتعدت، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبعدنا، نكون للطلاح أقرب. ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن يعيدنا من حال الطالحين.